السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي وباسم أسرة برنامج 90 دقيقة نتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى مقام وحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي العهد الأمين، وإلى الشعب القطري الكريم. سائلين الله جل قدره أن تنعم قطر بالأمن والعز والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لأمير البلاد المفدى. كابتن ماهر، والله أنا سعيد جدا بتواجدي بالحلقة هذه بالذات، يعني بالعيد الوطني، وكان لي شرف السنة الماضية نفس الشيء. أحب أهني كل الشعب القطري والمقيمين وهني الخليج أصلا كلهم بالعيد الوطني لقطر، لأن احنا بالنهاية شعب واحد إن شاء الله، ويا رب نعمة الأمن والأمان إن شاء الله ولمزيد من التطور يا رب إن شاء الله. شكرا كابتن ماهر. طبعا انتم ايضا تعتبر جزء من البلد وضيف كريم، واعتقد اليوم ان قطر دوله معطاءه، واليوم اعتقد الجمهور القطري اليوم كان في الكورنيش كان سعيد جدا بتواجد امير البلاد المفدى بينهم وتشرفوا بشوفته. الحمد لله، ما في شك، ما في شك يا كابتن فهد، انا جزء يعني واتشرف ان نكون جزء من هذا البرنامج والغناء بشكل عام، والدوحة يعني أنا اللي فيها علاقات جدا أخوية وتشرف فيها على عين ورأسي. كابتن ماهر، طبعا نتكلم الحين شوي، نتكلم عن مباراة الجولة الأولى. أعتقد فريق الريان، فريق الأخوية، فريق الجيش، فريق السد اليوم قدموا مباريات، كانت مباريات قوية، وراح نتناقش في بالذات في مباراة القمة اللي هي بين الجيش والريان، وايضا مباراه الاخوي والسد راح نتناقش فيها بالتفصيل الممل، وراح نركز عليها من الناحيه التكتيكيه. طبعا الحين قبل ان نتناقش في الامور التكتيكيه، نروح مع بعض نشوف اهداف الجوله الحادي عشر تحت عنوان لحظات الاثاره. نروح مع بعض اخواننا المشاهدين نشوف مع بعض تقرير عن الجوله الحادية عشر تحت عنوان السد ابداع والكل استماع. الدور الاول من دور النجوم ادرك جوله الختام، ما بين فرق تالقت واحسنت القول واحكمت الكلام، واخرى تاهت بها الدروب وتسربت منها الاحلام وداهمتها كوابيس واوهام. السد يواصل الإبداع ويجبر المنافسين على الاستسلام والانصياع، يشدو ويغني ويعزف منفردا والجميع استماع. هزم الأخوية بثلاثية الإمتاع، البداية لراؤول والتعزيز لماجد ومسك الختام للفنان خلفان. أفراح في الغرافة وللملك الدموع، هدف لترديلي كسر الضلوع وترك القطراوية في حيرة السؤال، انهيار وسقوط ودموع أم تماسك وعودة وقدرة على الرجوع. على حساب الوكرة استعاد العرب الفكرة والذكرى واستفاق من السكرة،
ووسط فرحة الأنصار أدرك أول انتصار بهدفي فاندرلي والصليطي، ودع العرب الانكسار واستعاد ذاكرة الكبار. السيلية مزيد من الآهات بهزيمة جديدة بثلاثة أهداف لهدفين من الخريطيات. تقدم السيلية لكن الأهداف واللمسات واللمحات ومعهم النقاط كانت من نصيب الخريطيات. أم صلال في أحسن حال، هزم الخور بهدفي كابور والعساس مقابل هدف حفظ ماء الوجه الذي أحرزه عثمان محمد للخور، ليبقى أم صلال جواد جوال، ويبقى الخور في حاجة إلى إعادة ترتيب الأوراق، فلربما استعاد حسن الحال. الجيش داهم أحلام الريان، وبهدف إلياس صدر للرهيب الأحزان تاركا أجويري تائها حيران في سؤال صار الآن إجباريا، ألا يزال الرهيب قادرا على المنافسات أم سيجبر حتما على الاستسلام للهزائم والانكسارات؟ نروح مع بعض نشوف قمة الأسبوع بين الخوية والسد.